السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، أخباركم إيه؟ طبعا الموضوع اللي حصل ده أغلبيتنا ناس كتير اتخزوقت، ناس كتير كانت تعبت في الشغل بتاعه وكده. يعني إحنا كانت شغلنا الطبيعي إن أنا مثلا ممكن أجيب فيديو ولا حاجة أقدر أحور فيه شوية، يعني إيه أحور فيه شوية؟ أقدم حاجة أجيبها في الأول بس بحيث المضمون ما يتوهش مني. الحاجة التانية كنت ممكن مثلا أحاول أجرد السرعة شوية، أو أحاول أضيف أو أحاول أغير. ولكن للأسف الخوارزم نفسه اللي بيستخدمه اليوتيوب بيقفشه، وطبعا اللي بيقفشه يرجعه يا خلاص مش هرجع التاني، بعطلك حسابك. طيب احنا عايزين نستخدم بقى، نبدأ يعني اللي اتضرب على قفاه، لا مؤاخذة يعني في لفظ اتضرب خلاص، اتضرب على قفاه اتضرب خلاص، فأكيد هتفوق وهتقوم وهتتعلم. يعني الغلطة ماشي، احنا كلنا اتضربنا اتعلم عليها، بس هنفوق بقى. اللي هيخلينا نفوق من رقم واحد ان انا احاول بقى، يا اما انا اعتمد على نفسي، القناة بتاعتي محتوى كله بتاعي الف ليه، احترف في اي مجال، احترف يعني اشرح اي حاجه. يا اخي لو تهت بك الدنيا، انزل السوق بكاميرا بتاعتك واعمل استطلاع كده اسعار او اي حاجه، او اي ظاهره مثلا في بلدك زباله او اي حاجه، واعمل فيديو كده 10 دقائق، مطلوب منك 10 دقائق حتى. يا اخي لو كل اسبوع سجل لك فيديو 10 دقائق اي حوار، ان شاء الله حتى تبقى انت فاتح كده اللاب كده هو قدامك وعطر منه وهو بتسجل، هتقفل لنا قنوات. يعني لدرجه ان انا كنت اعمل قناه تعليميه واقتبس حتى صوت او اي حاجه او منظر طبيعي بيساعدني في الشرح بتاع الفيديو، ظالم في مظلوم. بس يعني بس لو المحتوى بتاعك مش عارف حد استقر يحكي معاك فيه، تمام. يبقى المطلوب مننا بتاعتك قناتك انت يحكي في اي حاجه، تمام. ابعد عن الشغل اللي فيه القضايا، التعذيب والضرب والقتل، الحاجات اللي فيها السياسة، لأن كده كده أصلا لو أنت بتيجي تعمل ديسكريبشن أو تاجز واسم للفيديو بتاعك، هو ما عندهم خوارزم في اليوتيوب ناس برمجة عليها حاجة اسمها الباك فيتشرز، يبقى عنده كده حاجة زي الليست. عارف أنت برنامج الوورد بتاعك لما بتكتب مثلا بتعمل سيرش على حاجة وتلاقيها موجودة في المكان الفلاني، هو نفس النظام، بس هم عندهم كده ليستة بالكلمات اللي توحي حاجات مثلا جنسية أو حاجات ضرب أو عنف، حاجات دي كلها يقول لك غير مؤهلة. بس بمعنى صح، فعش مثلا يا أخي أنت صاحب شركة، ينفع أنك ينزل على مثلا مقطع يبيع وينزل على طلب التعذيب؟ شركة محترمة ونضيفة، ولكن احنا كدماغنا لا، أنا عايز أكذب الزبون. بس قدرت تكذبه برضه، أنت مصلحتك تخلي ده شوف الفيديو خاص بيه، بس هو لا إعلان يبان على حاجة محترمة. معلش معلش، حط نفسك مطرحه، معلش. يعني الشغل النظيف نظيف، اما الشغل بقى الكوب والبست وقطع ولزق وجر ومش عارف ايه، ضحك على الدهون وجيب الفيديو حلال ومش عارف ايه، مثلا القفل. ولو تعدت كام سنه اتنين مش هتعدي بعد كده، اطمن. قناه فزي ما قلت لك، خلي حاجه هادفه. هم عندهم الخوارزمي الالجوريثم اللي عندهم عالي شويه، بيقفش الحاجه. ده بيتكلم عن عنف، بيتكلم عن سيسخة، غير مؤهل، هجيب لك انت هتحط له على ايه تقول غير مؤهل، تمام. ايه تاني؟ حاجات كتيرة. المحتوى يبقى انت بتاعك انت بشرحك انت، لو في بي اس دي فوتوشوب مثلا، صورة انت عملتها احتفظ بيها نسخة، الفيديو بتاعك احتفظ بالسورس، احتفظ بكل حاجة بحيث تثبت ملكيتك للفيديو ده، عشان لو انت حد خده ده اللي بيحصل. في نفس الوقت خلي بالك ان اللي بيعمل انتهاكات، اللي بيقدم انتهاك حقوق، اللي بيعمل الجلاشه معاك انت، ممكن يكون واحد من المشتركين نفسه، او واحد بص الفيديو ما عجبوش قام رزعك انتهاك وانت مش واخد بالك. فدي برضو الحاجات اللي الواحد لازم ياخد باله منها. ايه تاني؟ سوق الفيديو بتاعك في حته صح، يعني العب في حاجات الكورسات التدريبيه، اكبر ناس بتجيب فلوس كورسات تدريبيه، استغل بقى نفسك بقى وتعمل فيها
تجيب لي فيديو مسرح مصر على فيديو مش عارف حاجات كلها الناس دافعه فيها الافات ومعروض على القناه واللوجو بتاعها سواء كان الحياه سواء كان البتنجان لوجو موجود فمن حقهم. عمر مثلا قناه زي مثلا قناه الفتى ما تلاقيش مثلا اتقفشت ليه؟ لان التسجيلات كلها حصريه بتاعت صاحب القناه ما بيسرقوش حاجه. ممكن مثلا لو حط محتوى غريب مثلا مقطع مثلا طبي او مقطع نبوي ممكن يتعمل له ازاله الاغنيه او المقطع وتشال، بس المحتوى بتاعه هو ما ينفعش حد يتبلغ عنه. ايه تاني بقى بتاعك انت؟ كمان اسباب ان هو استهتار بالمحتوى نفسه، ان انت اي محتوى والسلام، لا حاجه هادفه تكون على حاجه محترمه. فزي ما بقول لك الخوارزمي نفسه، هرجع معلش هتكلم بيك تاني، موجود عنده ان المعلومات دي الكلمات دي كلمات تدل على العنف ومش عارف ايه، فيعمل لها ريجكت مش هيوافق عليها، حاجه معروفه. ايه تاني؟ تاني اسباب كتيره يعني. وفي نفس الوقت اتعلمت كمان ان انت لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هي مره واحده بس او التانية فاهمني، مش قفا اتنين تلاتة انا فوقت بقى، بقت القناة بتاعتي المحتوى بتاعتي، ابعد بقى عن شغل القص واللز والحاجات دي، شغل انا حاجة انا اسوق انا في حاجات محترمة، دور على حاجات محترمة. لان طبعا ايه يعتبر القناة دي بالنسبة لك صدقة جارية، لان ممكن توفقك الله ربنا يطول في عمرك طبعا وتفضل كعمل خلاها صدقة جارية في داهية ان الناس تتعلم مسلسلات افلام في ده ما يهمنيش، اما عكس قصة التعليمية والاستاذ شادي شطر راجل محترم بيقدم حاجات محترمة، مش قلت لك قناة ربنا بيبارك فيها. اما شغل اغلبية الناس سارع شاهد مش عارف مين حصرين مين وهي عريان حصرها مش عارف ايه واحد يسقط من الدور العاشر وللسماء امشي، هي تايتلز هتجذبك هتشوفها ماشي هتجيب لك شهر اتنين تلاته بس على كده خلاص هتتقفش وهيتعامل معاك وجلاش يعني هيتعامل معاك ثق تماما. وفي نفس الوقت برضه ركز على الجانب الدينية، المقاطع الدينية الحاجات دي مهمة برضه، بس مش مقاطع بقى تكون تسجيلات متسجلة في استوديو وحاجات من اللي انت انتهكت حقوق راجل بيكلف ودافع ضرايب وعامل اسم و سعادتك تاخد ومش عارف ايه هتحور ومش عارف ايه، بس برضه مش حلو برضه يعني تضعش نفسك يا اخي تضعش نفسك. فلوس ناس برضه ناس دافعه اعلانات وناس طاقه من ملايين، انت مكسل حتى تفتح الفوتوشوب او مكسل انت بتزه وسويت لك يا اخي 10 دقايق كل اسبوع اتكلم عن اي حاجه يا اخي لو بس كان اي حاجه هادفه. طب طبعا في مثل اتعلمناه بيقول لك فقد الشيء لا يعطيه، اقول لك انا اتكلم فيه طبعا ما فيش حاجه تدفعك انك تتكلم، فبالتالي فقد الشيء لا يعطيه. انا عشان اتكلم عن حاجه اكون مثلا في جروبات تعليميه وشوف اغلبيه الاسئله عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ اتكلم عن ايه؟ انت مثلا مش فاهم حاجه في الفيزياء او حاجه في الانجليزي او كورسات عالميه او احاول اقرا عنها واخلصها في 10 دقائق، ويا سلام بقى احط له كام رابط كده مختصرين وانت فاهم مختصرين برضه منفعه برضه اهو مثلا حبيت مثلا تقول رايك في كذا 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 بس طريقه محترمه، هات ورقه يا عم واعمل السيناريو كده واعمل وبروف عليه وظبطه وقوله رايك حلو، وبعد ما تخلص تمنتج الفيديو بتاعك او ليك تجربه مع كذا يعني، بس في حدود الاحترام تحس حاجه تعبان فيها، حاجه تعبان دي انت الشركه نفسها هتقدرك وهتحب الفيديو بتاعك وتلاقي اعلانات محطوطه جامده زي ويكس اللي بيجي ده لو تلاحظوا ما بيجيش العفادات اللي هي جامده بالظبط 99 ثواني في السر بالظبط 50 ثانيه واقفل معاك عشان 10 دقائق، 10 دقائق بقى انت الناس اللي شغاله في المكان انت عارف 10 دقائق ليه؟ ما جيتش على 10 دقائق تفرق معاك. والله في اسباب كتير بس طبعا اللي حصل قدر الله ما شاء فعل، والناس ما تتقاسش والناس تشتغل صح، الناس ما تحاولش كوبي بيست ده مش هيفيدك، والجريمه اللي تفيض ولسه الوقت مش عايز يخلص. فعوض عليك ربنا، ولو ليك حاجه في ادسنس ماشي تبقى موجوده زي ما هي اشتغل صح وعادي عادي.
يلا بقى 49 50 وبإذن الله. طبعا سيبكم بقى، لو عجبك الفيديو انشر ولايك، ومش بتاعت الحاجات دي بصراحة يا عم، افتكرنا بس الدعوة كده حلو. يلا الساعة 10 10 دقايق و4 ثواني. يلا يا جماعة، السلامة.